لنا الأبواب لنكتشف الكوادر التي يستقطبها، كفاءات مميزة جمعت بين علوم الدنيا والدين، فكان الإقبال على مراكز التحفيظ مستمر لنهل العلم والحرص على ختم كتاب الله عز وجل بالحفظ والتجويد والتدبر والعمل به. ختمت القرآن الكريم سنة 2011 في مسجد الكوثر، التحقت بحلقة أشراف أمتي في سنة 2011. كنت في البداية كما قلت مجرد طالبة، لكن مع الوقت ما أصبحت معلمة، وكنت في نفس الوقت طالبة في الجامعة، كنت أدرس تخصص محاسبة. قمت بإكمال دراستي مع حفظ القرآن في نفس الوقت، أكملت دراستي الجامعية وتحصلت على شهادة الدكتوراه. أنا الآن أستاذة جامعية في جامعة العفرون. أول حاجة خلتني التحقت بحلقة تعلم القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم هو ارتباط منذ الصغر، يعني أنا لما كنت صغيرة كنت بديت نحفظ القرآن الكريم، ولكن توقفت لمدة معينة لأسباب. كي كبرت وليت في الجامعة حبيت نعاود نولي، يعني بقى لي هذاك الارتباط مع ذكريات ساكي كنت صغيرة، وفي نفس الوقت كانت بعض البرامج الدينية اللي كنت أشاهدها خلت عندي هذاك الحافز باش نتعلم القرآن الكريم ونحفظه، والحمد لله حفظته في مدة سنتين. بعدها اتجهت للتعليم، وهذا بفضل توجيهات شيختي وأستاذتي ربي يبارك لها، هي كانت دائما تحفزنا على هذا الأمر، تقولنا أنه العلم يزكو بالتعليم، بالعطاء الإنسان يخدم نفسه ويخدم الآخرين، وكلنا نعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إن الإنسان باش يحوز هذه الخيرية لازم يتعلم أولا ثم ينقل العلم للآخرين، فكان هذا هو السبب والدافع الرئيسي اللي خلاني نكون في نفس الوقت طالبة ومعلمة القرآن الكريم. والحمد لله أنا في مجال التعليم منذ حوالي 10 سنوات. عندما قررت الالتحاق بحلقة تحفيظ القرآن الكريم كنت في الحقيقة رحت أول مرة لقيت المسجد مغلق، أو توليت الأسبوع اللي بعده رحت سألت لقيت بعض الأخوات تما كان عندهم مسابقة، سألت قالوا لي هنا ما نقراو ما نعرفين ما والو. عاودت رحت الأسبوع اللي بعده، يعني تغيبت حوالي شهرين ثم بقات لي هذيك الحافز، بقيت نخمم في الحلقة. بعد شهرين عاودت وليت وبضرت في شهر أوت، عاودت التحقت بالحلقة ولله الحمد لقيت المسجد مفتوح وتيسرت الأمور. وأيضا بالنسبة لي التعليم كنت في البداية مترددة نوعا ما لأنه هو مسؤولية وحمل، ولكن الحمد لله بفضل تشجيع أستاذتي التحقت بهذا المجال اللي هو التدريس، ولقيت فيه خير عظيم ولله الحمد، كانت فيه بركات الإنسان لا يتخيلها. بدايتي مع القرآن كانت سنة 2008، كنت هذاك الوقت طالبة في الثانوي، كانت في درس تاع تربية إسلامية، الأستاذة كانت حكات لنا على الرسول عليه الصلاة والسلام كيفاش شج رأسه وكسرت ثناياه وتعبش وصل لنا الرسالة. على هذه قلت في نفسي الرسول تعبش وصل لي الرسالة وكيفاش أنايا نتخلى عليها. من هذاك الوقت بدون تسويف رحت هذاك الأسبوع بديت التحقت بالحلقة، وهذا المكان يشهد عليا، كان هذا المكان بديت في هذا المكان، والحمد لله بفضل من الله بديت الحفظ. كنت طالبة كنت نقرأ، كنت نجي في وقت يوم الجمعة كنت نجي نقرأ، ويوم أيام الإجازة كنت نضعها في الحفظ. بعدها أستاذتي اللي كانت قدوة تاعي اختارتني قالت لي باش نحفظ أقراني قبل من أتم الحفظ. بعدها بعامين ونص سنة 2011 اختمت بفضل الله، وفي نفس الوقت كنت طالبة طب، بديت المسيرة وكنت أدرس أيام إجازتي، في الأيام باقي الأيام كنت نقرأ عادي كأي طالب في الجامعة. بداية حفظ القرآن كانت بداية النور في حياتي وبداية البركة في حياتي، البركة شفتها في حفظي في دراستي في عملي. بتوفيق من الله عز وجل ختمت سمية حفظ القرآن الكريم بأحكامه لتصبح مؤهلة لتدريس الطالبات، وفي الوقت ذاته تواصل دراستها في الجامعة تخصص هندسة كيميائية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال
والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر سلسبيل أعيدي المد اللازم في كلمة أن جاءهم. أعيدي كلمة أن جاءهم. منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. بدأت مسيرتي مع القرآن الكريم منذ الصغر، حيث كان عمري آنذاك 6 سنوات، وفي سنة 2012 التحقت بحلقة أشراف أمتي بمسجد الشيخ بن جلول، وكانت لي العديد من المشاركات القرآنية، بحيث أني شاركت في عدة مسابقات وطنية وكذلك المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم. الدوافع التي أدت إلى حفظ القرآن الكريم بالنسبة لي هي أولاً كتاب الله هو أعظم كلام، حيث قال الناظم ابن بري في قصيدته: وجاء عن نبينا الأواهي حملة القرآن أهل الله، لأنه كلامه المرفع، وجاء فيه شافع مشفع، وقد أتت في فضله آثار، ليست تفي بحملها أسفار. بهذا الصدد فالقرآن الكريم هو أعظم كلام، وهو نور في الدنيا والآخرة معا، ومن أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. هن طالبات في كلية الطب، فتيات جمعنا بين مهنة الطب وختم القرآن الكريم، فبذلنا كل ما في وسعهن لتعليم الأخريات. طالبة في السنة السادسة طب، لقد بدأ مشواري مع القرآن الكريم منذ أن كان في عمري 10 سنوات، وهذا الفضل يعود لله سبحانه وتعالى ولوالدي الكريمين اللذين حرصا على تحفيظنا القرآن الكريم منذ الصغر. واستغرقت مدة حفظي وختمي للقرآن الكريم حوالي 5 سنوات. لقد رأيت بركة القرآن الكريم طول مشواري الدراسي، بدءا بشهادة التعليم المتوسط، شهادة البكالوريا، وإلى حد الآن منذ 6 سنوات في كلية الطب، رأيت فضل وبركة القرآن الكريم في دراستي، فقد سهل علي الحفظ والفهم، وهذا بفضل الله تعالى. بمقدار حركتين، وهي أكمل ما يكون، لأن النون هنا مشددة. عندنا هنا يا مد المتصل يمد بمقدار 6 حركات. طالبة في السنة الخامسة طب، هذا العام إن شاء الله. خاتمة ختمت في رمضان الماضي، 27 من رمضان. القرآن هو الداعم، القرآن هو الذي يزيد يومك بركة. إذا لم تقرأ القرآن في ذلك اليوم، النهار اللي ما يجوزش عليا مليح نعرف هذاك النهار باللي ما عطيتش القرآن حقه. هذا هو، إذا ما عطيتيش القرآن حقه الحياة تاعك كما قلت تحسيها صامتة. القرآن هو الحلاوة التي تضيفينها على الحياة، ذلك هو القرآن بنظرتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أنك لمن المصدقين. الأخت نصيرة، تقدر تقول لنا الحكم الأول اللي بديت تقرأي به؟ قال قائل. أستاذة قائل، هنا عندنا في قائل حكم مد المتصل، كم مقداره؟ 6 حركات. كانت مسيرتي المهنية 34 سنة في التعليم، وهذا الشيء ما يمنعنيش باش نقرأ القرآن. أنا كنت نقرأ في المنزل قراءة، لكن بعد ما شفت في التلفزة القراءة كانت قراءتي ليست صحيحة. قريت وحفظت في وقت اللي كنت نقري، يعني حفظت مجموعة من الأحزاب، وكراني في الحزب العاشر بإذن الله، إن شاء الله ربي قدرنا باش نزيدوا نواصلوا. بصح يعني كان مساعدني الحاجة الأولى اللي خلتني ندخل نقرأ القرآن، أني مرتبتي عند ربي سبحانه ترتفع. ومن بعد بديت كي وليت نحفظ وليت نقرأ في القرآن، عرفت بلي أني
كاين بزاف امور يساعدني فيها القران. كنت نقول ما عنديش الوقت ما عنديش الوقت، بصح ربي عطاني البركه في وقتي والحمد لله. ودوكا حبيت حبا في القران، انا مانيش ما نحفظش باش نلحق نختم ولا نواسي ولا نعيش مع القران، نعيش نقراه صباح نقراه العشيه نقراه هنا نقراه، انا عايشه به وتبدلت حياتي يعني. صدقوني صدقوني صافي عامين حياتي تبدلت كاع. اليوم عليكم مسكين وغدوا على حوض قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. من علوم الهندسة المعمارية إلى مجالس الذكر، تروي لنا كنزة رحلتها مع القرآن. بديت حفظ القرآن من عام 1995، رحت كتب لي ربي الحمد لله، رحت الحج، وكي رجعت من الحج بديت نحاول نحفظ القرآن وحدي، وما كانش عندي علم اللي كاين هذه الحلقة في المسجد اللي فيها الحفظ. فتعرفت بالصدفة على هذا المسجد، كانت طالبة من طالباتي، أنا أستاذة كنت أستاذة آنذاك في الجامعة، أستاذة في الهندسة المعمارية، وكانت طالبة من طالباتي ختمت القرآن، فسألتها أين وكيف، وكان عندنا رغبة في الالتحاق بالحلقة، كان عندي صعوبات وحدي في الحفظ مع الواحد كيبدا كبير أصعب من واحد كيبدا صغير. الناس يقولوا الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، وهذا صحيح، الوحدة كتكون كبيرة وعندها مسؤولية تاع منزل عائلة عمل، وعمل شاق، عمل في الجامعة عمل شاق يعني، فيه عمل تاع التدريس والتحضير والبحث وكل هذه الأمور، فبالتالي كان صعب عليا باش نحفظ وحدي. والحمد لله التحقت بالمسجد وبحلقة أشرف أمتي، وكان هذا يعني شيء عظيم. أول يوم دخلت المسجد كأني خرجت من عالم ودخلت في عالم، يعني الواحد يحس يشعر بهذيك السكينة في قلب المسجد، وشيء عظيم. أنا كان صرا لي واحد الوقت وليت ننسى بزاف، شغل وليت حتى خفت يكون عندي الزهايمر. لما بديت نحفظ في القرآن سبحان الله عاود ولات الذاكرة نتاعي، وعاود قدرت نثابر في الحفظ والحمد لله. هن القدوة الحسنة ومنارة العلم والمعرفة، ركيزة المجتمع، فصدق من قال الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. Thank you.